ورجعنا تاني مشاهدينا، لسه مكملين مع بعض فقراتنا. وصلنا دلوقتي لفقره مهمه جدا، وهي عن الامن داخل الجامعات المصريه. يمكن الجامعات المصريه هي هيكل من الهياكل والمؤسسات المهمه او المصريه المهمه، وهي كان ليها دور كبير جدا في ثوره 25 يناير. من اهم التغيرات اللي طرات على الجامعات المصريه هو القرار اللي بيقول ان الامن داخل الجامعات المصريه هو امن مدني بدون تدخل الشرطه. هنتكلم عن المنظومه الجديده للامن المدني داخل الجامعات مع ضيفنا الاستاذ اشرف مغاوري، هو مدير امن جامعه القاهره. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم. لسه كنت بسالك دلوقتي، مسؤوليه كبيره مدير امن جامعه زي جامعه القاهره ولا لا؟ بس يعني حضرتك قلت لي انه الحكايه مش لا مش كبيره يعني. ولا حاجه، لا خالص، الدنيا بسيطه جدا والامور ماشيه مستقر. يعني احنا مكان مش مستهدف، يعني احنا مكان بنادي خدمه تعليميه للطلبه، والنهارده الطالب من حقه يعبر عن رايه ويعبر عن اللي عايز يقوله، طالما ما بيقعدش بالضرر على المنشاه ولا على الافراد اللي موجودين فيه. مع يعني ما عندناش اي مشاكل في القصه دي خالص. اللي بيخلينا دايما نطمن على المؤسسه دي او الهيكل ده انه عاده اللي فيها هم طلاب في سن ممكن يكون في حماسه زياده عن اللزوم، والتعبير احيانا بيكون بالحماسه دي فممكن يحصل منه اي تجاوزات، فعشان كده بقول لك ده ممكن يكون مسؤوليه كبيره يعني. لا بص حضرتك، احنا الطالب لما بيشعر ان احنا شغالين مع الطالب مش على الطالب. أيوة. بمعنى ان احنا النهارده الطالب عنده حريه التعبير عن رايه بالطريقه السلميه، واخد بال حضرتك، هو ما بيقعدش مش هيعمل اي رد فعل غير لما احنا نبقى كابتين حريه التعبير عن رايه. هو النهارده من حق الطالب انه يقعد ويعبر عن رايه ويكتب على اللي عايز يكتب، طالما في لوحه ما يبوظ الحيطان ما يكتبش، هو عنده وعي كامل بالكلام ده. فما ما ما القصه يعني طول ما فيش تخريب، طول ما فيش اي تمام. تجاوزات تمام. تمام. لا لا خالص خالص. عايز اسال بقى انه ده في العادي تمام، او ده اللي المفروض الجامعه طول الوقت وطول السنين بس احنا دلوقتي بنعيش في انفلات امني واضح سواء داخل الجامعه او خارج الجامعه. احنا في مصر بنعيش دلوقتي في وقت الانفلات الامني. داخل الجامعه ده مأثر بشكل كبير على الاعتصامات او التظاهرات او الطلاب جوه الجامعه، يعني الامن جوه الجامعه شكله عامل ازاي في الوقت اللي احنا فيه دلوقتي؟ بص حضرتك، احنا الامن عندنا من اول ما مشي الحرس احنا تم الاستعانه بجميع العناصر الامنيه اللي موجوده، ودول مؤهلات عليا كلهم، كل الامن موجود، وهم يعني معظمهم من خريج جامعه القاهره، معظم الامن اللي شغال من خريج جامعه القاهره، وهم ناس كانوا في وقت مرحله كانوا طلبه داخل الجامعه، ودلوقتي هم اتخرجوا وشغالين معانا في مجال الامن، فهم ادرى من هم يتعاملوا مع الطلبه ازاي. أيوة. الاسلوب النهارده الطالب احنا اول ما بنستقبله من على الباب هو بيحس ان احنا موجودين عشان نقدم له خدمه مش عشان ان احنا نضايقه، طالما هو ما بيقعدش بالضرر على المنشآت وعلى الافراد، وطالما ما فيش الشبكات احنا ما عندناش مشكله خالص معاه. طب ده كويس. يعني الامن داخل الجامعه دلوقتي خلاص كله عادي. امن مدني. كله امن تمام. مدني بالظبط. ايه المنظومه اللي بيعمل بيها الامن المدني داخل الجامعه؟ حضرتك بتقولي ان هو ادرى بالطلاب لانه كان في يوم من الايام منهم. تمام. فايه بقى المنظومه اللي بيتعاملوا بيها بقى مع الطلاب داخل الجامعه؟ احنا حضرتك بنستقبل الطالب من بدايه من دخوله من على البوابه، ما ولا ما فيش حد يعارض الطالب وهو داخل من البوابه وقاعد على كرسي، الامن بيوقف مستعد لاستقبال الطالب اللي معاه تحقيق الشخصيه بتاع ليه الاحقيه ان يخش داخل الجامعه، بنسمح له بالدخول. بنتابع الطلبه داخل الساحات، واخده بال حضرتك، المحاضرات مفتوحه، بيخش الطالب يحضر محاضراته، بنيجي بعد نهايه اليوم الدراسي بالامن، بيبقى نهايه اليوم الدراسي بنبدا نعمل عمليه اخلاء للجامعه ونقفل الكليات، واليوم بينتهي على سلام، ما فيش اي مشاكل خالص. في حاله لو وجود في اعتصام او في تظاهر داخل ساحات الحرم، احنا الامن بيبقى منتشر خوفا من ان في عناصر من خارج الجامعه تندس داخل الطلبه وتعمل اي نوع من انواع التخريب، هو ده دور الامن. بخلاف ذلك احنا ما لناش تدخل مع الطالب في اي حاجه من حريه التعبير عن رايه. طب في برضه سؤال هنا مهم جدا، ازاي بيتم توزيع الامن المدني ده جوه او داخل الجامعه المصريه او داخل جامعه القاهره؟ حضرتك احنا من خلال توزيع بتبقى مسبقه، احنا يعني قبلها بنبقى عاملين حسب الحدث اللي موجود، بنبقى موزعين قوه الامن عندنا بحيث تبقى منتشره في جميع ساحات الجامعه. ده وفقا لخطه معينه حضراتكم اللي بتحطوها مع تمام. بعض؟ بالظبط بالظبط، بيبقى عندنا امن الكليات وفي عندنا امن الساحات اللي موجود داخل الساحات، منتشر في وسط الطلبه لرصد اي حاجه غير طبيعيه، بيبدا يبلغ بيها على الجهاز وبنبدا احنا نتعامل معاه. اذا كان في عنصر دخل وهيبدا يفسد يضايق الطلبه يعني وهم معتصمين او هم بتاع وهيعتدي عليهم، احنا ساعتها بنتدخل. طب في حاجه مهمه دلوقتي حضرتك قلتها، انه لو حصل انه هو بيتوزع على اساس ان هم يرصدوا لو في اي تجاوزات. تمام. هو هل الفتره اللي فاتت دي على طول تم رصد
اي تصرفات خارجه او اي تجاوزات حصلت مش في كتير، فتره من 25 يناير لحد مش النهارده؟ احداث طبيعيه جدا بتحصل في اي مكان فيه تجمع من طب الافراد. اهم الاحداث يعني لو التجاوزات دي صادفت كانت ان ايه؟ في حد معاه، يعني مثلا مسكنا حد كان موجود ومعاه سلاح ناري موجود بفرد محلي، طالب. وتم التحفظ عليه، ودي بتبقى حالات استثنائيه جدا، وبناخد الاجراءات الشرطيه بتاعته وبنسلمه لقسم الجيزه واحد تنسيق مع مامور قسم الجيزه بالاحداث دي. طب ايه الاجراء اللي تم معاه هو شخصيا بقى، غير ان انتوا اخدتوا منه ولا حاجه، احنا السلاح؟ بنعامله كطالب، هو بما انه طالب احنا بنتعامل معاه، احنا ما لناش صفه الضبطيه القضائيه، يعني احنا ما نقدرش نتعامل معاه كضباط شرطه، احنا امن مدني بنشتغل مع الطالب. هو بما انه خالف التعليمات ودخل حرم الجامعه بسلاح، احنا بنتحفظ عليه وبنسلم الطالب بالسلاح بتاعه لقسم الجيزه، وهو بياخد اجراءاته في الموضوع ده. يعني بيتهيألي ان كلنا عارفين برضو من السبق، يعني طبقا للتاريخ الجامعات، انه احيانا في وقت انتخابات الطلاب او انتخابات اتحاد الطلاب بيحصل احيانا يعني ممكن نقول احتكاكات. شوية احتكاكات يعني ما بين الطلبة وما بين بعضهم. هل ده حصل بعد ثورة 25 يناير وخصوصا بعد الانفلات الامني، خصوصا انه ما حد انه الطلاب او الناس عارفة ان هم لو حتى اتعاقبوا مش هيتعاقبوا عقاب عسير، ان هو حد يتم القبض عليه او حد يتم فرض عقوبة كبيرة قوي عليه؟ حصل حاجة وقت اتحاد الطلاب؟ بص حضرتك، احنا يعني لما بيحصل في احتكاك بين الطلبة واضح احنا بنفصل بينهم، احنا موجودين بنفصل بينهم لغايه ما، وفي الاخر يعني احنا في النهايه الطالب حتى لما بيحصل احتكاك ما بيحصلش احتكاك لدرجه ان هم يتم التشابك بالايدي، يعني بتبقى الاحتكاك بيبقى احتكاك كلامي، مشاده كلاميه بينهم وبين بعض، ما بتوصلش لدرجه ان هم يعتدوا على بعض بالايد. يعني والله يعني انا شايفه كده قدامي صوره مثاليه بص الحقيقه حضرتك، يعني. ده موجود احنا في جامعه القاهره، ما احنا ما زلنا دلوقتي جامعه القاهره، من يعني لا حصل لا سمعنا ان في منشاه حصل فيها تخريب، ولا سمعنا ان في طالب اتصاب نتيجه احداث اعتداءات طلب على بعضيها. الحمد لله الطالب عنده وعي النهارده، وعنده وعي كامل ان الجامعه دي بتاعته، ان هو هو ده اللي انا كان نفسي اسمعه من احنا اساسا حضرتك. بص حضرتك، الطالب ما فيش طالب يخرب يعني يقوم بتخريب مكان زي جامعه القاهره هو طالب من جامعه القاهره، دي حاجات بتبقى استثنائيه يعني تكاد تكون يعني لا تذكر، وبالتعاون مع الطالب نفسه، يعني ممكن الطالب نفسه هو اللي يدينا اختار ان عنده شاف حد من زمايله معاه سلاح او معاه، هو بيدينا اختار احنا بنروح نتعامل معاه. انما ما فيش طالب من جامعه القاهره بيبقى عنده هدف ان هو يعتدي على المنشاه بتاعته اللي هي بتقدم له الخدمه التعليميه اللي موجوده داخل الجامعه. طب كلمني عن ظروف الطلاب جوه الجامعه لما الامن اتبدل من امن شرطي لامن مدني، ده هم هل ده اثر بقى تاثير ايجابي بقى على ما خلاص احنا ما الطلاب؟ عندناش، ما هو ما الاول هو ما عندوش مشكله في ان هو ايه الطالب ايه مشكلته، ان في المرحله السابقه ما كانش بيعرف يعبر عن رايه او عن حريه بس كان في الخفاء ميوله بيحصل السياسيه، ده، كان يعني في الخفاء. كان في الخفاء، في وكان الخفاء. في رصد ان هو طبعا انه تيار وانه وانه حزب وانه، النهارده هو حر يختار الحزب اللي يريحه ويختار الفكر اللي عايز يقول بيه طالما ده ما بيضرش المنظمه التعليميه باي حاجه. زي ما بقول لحضرتك انه ده جايب رد فعل ايجابي جدا من جدا الطلاب. جدا. احنا الطلبه كمان حضرتك، احنا يعني احنا ان شاء الله بكره عاملين خطه طوارئ بالنسبه للاحداث اللي موجوده بتاعه الاعتصام المدني بتاع بكره، احنا مشتركين مع الطلبه اتحاد الطلبه في تامين الجامعه. لو حصل بقى اضرابات، احنا عارفين انه بكره هيبقى يوم مش عادي، ان شاء الله يعدي على لا ان شاء سلام، الله وان شاء الله ما يحصلش اي حاجه تستدعي يعني وجع قلوب الناس كلها، او تستدعي انه تدخل الشرطه يكون عنيف او اي حاجه. واحنا كمان بنطالب ان الشرطه ما تدخلش بشكل عنيف، وايضا بنطلب من كل المعتصمين او كل المتظاهرين ان هم يتعاملوا بشكل سلمي، وده ان شاء الله اللي احنا عايزين دايما نبقى متعودين عليه. هل بكره مستعدين امنيا داخل الجامعه ان شاء الله، ان عشان شاء الله احنا إن يعني لو حصل اي تجاوزات من الطلاب في يوم زي ده؟ بص حضرتك، احنا منسقين مع اتحاد الطلبه بجامعه القاهره بان احنا مشكلين فريق عمل من الطلبه بيتعاون مع اداره الامن في تامين المنشات، وهو هدفنا ان احنا التامين ضد التخريب، انما احنا ما لناش يعني احنا مش هنتدخل في ان طالب عايز يعتصم يعتصم، احنا المحاضرات شغاله والمدرجات شغاله، اللي عايز يعتصم بيعتصم، اللي عايز يخش يحضر المحاضره بتاعته بيحضر، واليوم طبيعي جدا. احنا هيبقى دورنا قاصر على ان احنا منتشرين في وسط الطلبه بحيث لو حصل اي تجاوز من اي حد يمس الطالب في الاعتداء عليه او الاعتداء على المنشاه، ساعتها احنا بنتدخل وما بنتدخلش لوحدنا، الناس دايما بتبقى متفقه على الصح، يعني حتى الطلبه معظم الطلبه متفقين على الصح، لما فيش طالب النهارده مجموعه من الطلبه هيلاقوا حتى وان كان طالب قايم يقوم بعمليه تخريب في مبنى يكسر ازاز او هيولع في حاجه وهيسكت، دي جامعته،
هو بيشترك معانا، هو قبلنا كمان، ده الطالب قبلنا، يعني الطلبه بيبقوا قبلنا في يعني يهمهم المحافظه على الجامعه قبل اداره الامن كمان. ده شكل من اشكال التعاون، التحضر والتقدم. هل ده تمام. بقى جه نتيجه محاضرات انتوا بتعملوها مثلا بتكلموا فيها توعيه الطلبه او للطلبه، توعيه تمام نفسيه، او تمام ده بيحصل تمام فعليا؟ انا هحكي لحضرتك حكايه صغيره جدا اتفضل. حصلت. ده الفكر اللي احنا شغالين بيه، يعني في طالب مره حد جابه ماسك سبراي بيكتب شعارات على الحيطان، وهو طالب في تجاره انجليش. لما جه الطالب قعد يعني جابه لي، فانا لما اتناقشت معاه قلت له طب هو المبنى ده خاص بيك، لما انت هتقعد تعبر عن رايك على الحيطان وانا وغيره والالاف دي كلها، شكل المبنى هيبقى ايه؟ هيبقى شكله سيء جدا. الطالب اقتنع، قلت له طيب من افسد شيء عليه اصلاحه. راح قعد نص يوم يحاول يمسح اللي اقتنع تماما، يمسح ال، طبعا هو ما عرفش، احنا في الاخر جبنا الاداره الهندسيه وبدات تعمل الكلام ده واقتنع تماما. هو ده الفكر بتاعنا، احنا دايما بنبقى مع الطالب، مش ان احنا مجرد ان احنا بنصطاد الخطا مش للطالب قرار ولكن مقدم هي مناقشة يعني، بنناقشه. مش قرارات. لا مش قرار، بنناقشه. فبدا يفهم ان المكان ده ما هوش خاص، ما هوش برايفت بيه، وما ينفعش ان هو يقعد كل واحد عايز يعبر عن رايه يقوم كاتب على الحيطان يشوه منظر بس ده الجامعه. استاذ اشرف ده حصل نظرا لموقف معين حصل. احنا شغالين حصل، لكن انا بتكلم عن محاضرات، طبعا يعني في علشان محاضرات يوصل الامبريشن عند الطلاب ان هم فعلا يتعاونوا مع بعض فعلا، وقت التظاهر يتظاهروا بشكل سلمي جدا، ما يكونش في اي تجاوزات اي حلول او الكلام ده ده. دور الاستاذ اللي موجود في مين المحاضره، كل الاساتذه اللي كل موجودين الاساتذه؟ عندهم نفس الاتجاه، وكل عمداء الكليات عندهم نفس الاتجاه، والسيد الاستاذ الدكتور رئيس الجامعه مدي كل الاتجاه بهذا الشان، ان الطالب، ان احنا دايما في توعيه للطالب. هو في مرحله نضوج لسه، يعني في مرحله النضوج دي احنا يعني دايما بيدوا له الالهام ان المكان ده بتاعك، وانك انت لما تحب تعبر انت ما عندكش مشكله النهارده، يعني ما فيش حد هيحاسبك انت يعني تتعبر عن اللي جواك بطريقه سلميه بتاع، ما حدش هيحاسبك، بخلاف الاول ان احنا بنكتب تقرير، كان بيتكتب تقرير وتتبعت لجهاز امن الدوله، الكلام ده اتلغى تماما. اتلغى تماما. تماما ما فيش اتلغى من مين؟ عشان اوريدي ما في انفلات امني والشرطه عندها اكتر من ملف مهتمه بيه، ولا ده انتهى تماما؟ لانه فعلا الطلاب بعد الثوره حسوا ان هم اللي المفروض ان هم يحافظوا على كل حاجه هم بتاعتهم في مصر. الطلبه حست ان الجامعه بتاعتهم وما عندهمش، ما فيش حد متابع تحركاتهم في اتجاهاتهم، ميولهم السياسي، هو حر، ما بقاش فيه فرض ان هو يخش حزب كذا، او ان هو يعني ولا في تيار كذا، ولا يعني الموضوع بقى منتهي، فما عندوش مشكله مع الجامعه في حاجه، بالعكس ده هو المكان لما يعني ده المكان الوحيد اللي هو يعبر فيه عن رايه وهو موجود داخل اسوار الحرم بتامين كامل، ما حدش مضايقه اطلاقا. والله كويس انه ده، انه الخطوه دي خطوه مش جايه من فزاعه، لا جاية من منطلق لا ان من احنا اقتناع تحضر وعايزين اقتناع نقتنع بالشيء ده. اقتناع حضرتك كنت موجود في الذكرى 25 يناير في الجامعة وقتها؟ لا انا كنت موجود في الفرنساوي، وكنت موجود في جمعة الغضب، كنت انا مدير امن الفرنساوي في الوقت ده. ممكن تحكي لي برضو اليوم ده حصل فيه اي تجاوزات في المكان اللي حضرتك كنت موجود فيه هو ولا لا؟ حصل هلع بس من الاعلام، ان هم هلعوا الناس ان في هجوم على المستشفيات، وان المستشفيات بدا يحصل عليها هجوم، وان المرضى بدات تقلق. احنا طبعا مرينا على كل اللي موجود، واخد بال حضرتك، في المرضى وطمناهم، واليوم عدى بسلام، وعملنا يعني تعاوننا مع الموظفين اللي موجودين داخل المستشفى والاداره الهندسيه، وشكلنا فرق مجموعات تامن المستشفى من الخارج، لان احنا في الوقت ده احنا ما كناش عارفين ايه اللي بيحصل بره، انما من خلال وسائل الاعلام كان في دايما يقول لك هجموا، حتى من ضمن الكلام قالوا ان الفرنساوي يعني حصل هجوم عليه، وهو فعلا ما حصلش هجوم عليه. ما حصلش لا، كان في للاسف يعني يعني. كان في يعني هناك بعض الاعلام مبالغه يعني كبيره جدا، بيروج والمستشفى 57 مش عارف بلطجيه هجموا عليها، وده ما حصلش. ما حصلش، لا ما شفناش حاجه من دي خالص. طب طبعا لتاريخ حضرتك يعني اكيد يعني تاريخ كله مليء بانه كنت في اداره الامن طول الوقت. حضرتك في شروط معينة؟ أنا شايفة قدامي حد أفكاره مرتبة، شايفة حد قدامي بيتعامل بأسلوب الإقناع وليس بأسلوب القرارات أو بالعنف، تمام. فممكن تكلمني عن الشروط المفروض أنها تكون متوفرة في مدير أمن جامعة، في مدير أمن مستشفى، في مدير أمن أي حاجة محتاجة للأمن؟ هي صفات، هو بص حضرتك، هو الأمن إحساس، يعني هو الأمن مفيش حد يقدر يعيش من غير أمن. أصل على فكرة خد بالك يعني الشعب وإحنا كلنا أمن يعني نخاف، ما نحسش بأمن، إحنا ممكن نتكلم لا أصل إحنا ممكن بص حضرتك، إحنا ما إحناش إحنا ما إحناش يعني إحنا في جامعة القاهرة إحنا ما بنتعاملش مع ناس خارجين عن القانون، إحنا بنتعامل مع طلبة مستقبل مصر، الناس هو للأسف نبضة. كان في خط كده، كان لاين كده، كان الأمن كده بيتعامل بيه لا يعني إحنا مع موجودين، الشعب، بص ده حضرتك اللي خلى ناس إحنا كتير قوي طفح بيها الكيل لا وخرجت تعمل الأمن اللي مظاهرات. موجود في جامعة القاهرة حضرتك بيشتغل مع الطلبة للطلبة، ما بيشتغلش على الطلبة،
فاحنا بالنسبه لنا كامن مدني احنا موجودين عشان نادي خدمه للطلبه اللي موجودين. ما احناش امن بمعنى كلمه امن، الامن مش يعني ما احناش واقفين بقى يعني القصه بنخوف الناس. لا لا خالص 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 خالص، ما فيش الاتجاه ده. حضرتك ممكن تكلمني بقى عن عدد الهياكل او المؤسسات اللي اشتغلت فيها قبل كده؟ انا حضرتك اشتغلت، بدات الشغل بتاعي، انا كنت اخصائي امن في القصر العلوي. انا يعني قبلها كنت في الجيش واخد فرق خاصه بالامن في فرع الامن الجوي، واساسا انا بكالوريوس تجاره جامعه عين شمس، وعملت دراسات عليا حاجه اسمها اداره الازمات والكوارث. دي من ضمنها كمان كورسات نفسيه، ازاي نفسيا تتعامل طبعا مع طبعا الاشخاص اللي طبعا طبعا. انت النهارده لما بتفهم يعني سيكولوجية اللي السيكولوجية قدامك اللي قدامك بيبقى سهل جدا انك انت تتعامل معاه وتقنعه. بيبقى عندكم برضو حتة انه تعرف اللي قدامك ده من شكله ومن طريقة كلامه ومن حركاته اذا كان هو حد خطر ولا لا؟ طبعا طبعا، هو بيبقى واضح جدا. ده من خلال التدريبات؟ طبعا طبعا، من خلال الاحتكاك العملي في خلال فترة الشغل العمل، خلال الممارسة بقى هي الممارسة يعني بيتعرض، بتقابلي أنماط مختلفة من البشر، فبتقدري تحددي نوعية الشخص اللي قدامك اتجاهاته ايه. امتى ممكن تاخدوا قرار بالعنف بقى؟ لما يبقى يعني حد اكيد حضرتك بقالك 11 سنة طبعا دلوقتي، طبعا مظبوط؟ واتعرضنا اكيد في لحاجات وقت كتير. يعني اضطريت ان انت تمام تستخدم تمام عنف، تمام امتى استخدمت عنف؟ احنا بنستخدم العنف وقت ما نلاقي حد هي 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 هيعود بالخطر على الافراد اللي موجودين في المنظمه في المؤسسه. يعني حد داخل معاه سلاح وهيبدا يعتدي على حد في ان هو هي يعني هيتعامل معاه هيعوره، احنا ما فيش يعني هنقنع فيه ايه؟ ده لازم نتعامل معاه بعنف عشان نقدر نسيطر على السلاح اللي في ايده ونقدر نسيطر عليه شخصيا، وبناخده نسلمه للجهات المختصه للشرطه. تمام. بما انه يعني عايز اخد راي حضرتك كده في حاجه يمكن هي مش في صلب موضوعنا، بس وعارفه ان حضرتك ممكن ما تقدرش تحكم عليها لان احنا ما جربناهاش قبل كده، ولكن من خلال تجربتك في الجامعه والاداره والامن المدني، هل انت مع الاصوات اللي بتنادي انه وزير الداخليه يكون وزير مدني، ولا حضرتك طالما ما جربتش او ما خدناش التجربه دي قبل كده ما تقدرش تحكم؟ انا مع اللي هيدي افاده اكتر، يعني اذا كان في حد مدني عنده رؤيه امنيه جيده وهيحقق بيها الامن، اهلا ومرحبا بيه. صحيح. ما عندناش مشكله، احنا مش مهم نوعيه تصنيف الشخص ايه، المهم هيعرف يدي في الحته دي ولا لا. لو عندنا حد مدني وعنده رؤيه امنيه تحقق الامن بصفه بنسبه مرتفعه داخل البلد، ليه لا؟ اهلا وسهلا بيك. اهلا بحضرتك والله انا النهارده. يعني بتمنى لك كل التوفيق الحقيقه ربنا الفتره اللي يخليك. جايه على المسؤوليه الكبيره اللي بتقع عليك وعلى زملائك اللي في نفس الكاتيجوري او في نفس المهام، وان شاء الله ربنا يقويكم يعني. ميرسي جدا، شكرا ربنا يخليك. لحضرتك ميرسي يا استاذ فندم. اشرف. العفو يا فندم. مشاهدينا كان معانا الاستاذ اشرف مغاوري، هو مدير امن جامعه القاهره، اتكلمنا معاه عن إدارة الأمن في مؤسسات مهمة وكبيرة زي مثلا مؤسسة جامعة القاهرة. هنروح للفاصل ونرجع مرة تانية مشاهدينا، مكملين معاكم، استنونا.